في الوقت الذي كان فيه الحديث يدور عن احتمالية تمديد المشاورات لأسبوع، أقدمت الميليشيا على إعلان تشكيل مجلس سياسي قبل انتهاء المدة الافتراضية المحددة بأسبوعين لتنسف بذلك مسار مشاورات السلام. الوضع الطبيعي أن يعود الوفد إلى وينسحب من هذه المفاوضات على اعتبار أن المدة انتهت ولن يكون هناك تقدم في مسار المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك زاد من تفجير الوضع إعلان المجلس السياسي الحوثي الذي أعلن بالأمس، كان بذلك بمثابة القنبلة الأخيرة في نعش المفاوضات، زاد من التوتر بين الطرفين، وبالتالي أصبحت المبررات الآن كافية لانسحاب الوفد الحكومي لعدم التزام ميليشيات الحوثي. الوفد الحكومي أعلن موقفه من إجراءات الميليشيا وقال إن مشاورات الكويت التي حرصت الحكومة على إنجاحها انتهت تماما وأنه سيغادر الكويت يوم غد. ويرى البعض أن خيار الحسم العسكري لا بد وأن يأخذ مجراه ويستمر في استعادة الدولة ومؤسساتها. ولذلك المسار العسكري سيعود، حتما سيعود، ولكن هذا الحسم، الخيار العسكري يجب أن يحسم أيضا، ولا تتحول الحرب في اليمن إلى حرب منسية خطرة علينا، الحرب المنسية. تنتهي إذن مشاورات الكويت، لكن ما تزال هناك لقاءات وضغوطات للبحث عن مخرج لثلاثة أشهر من الفشل وتنديدات واسعة من مختلف الأطراف تجاه إجراءات الميليشيا وتعنتها التي أسفرت عن نسف مسار السلام في الكويت. تقدمنا خطوة في المشاورات، هكذا ظل ولد الشيخ يردد طوال الثلاثة الأشهر الماضية، لتطلق الميليشيا بحسب تعبير الوفد الحكومي الرصاصة الأخيرة عليها بإعلانها تشكيل مجلس سياسي أعلى، ليكون الفشل النتيجة المتوقعة لمشاورات ظلت تراوح مكانها منذ انطلاقها. ولع الجابري، قناة بلقيس، الكويت.